احنا معانا على التليفون اللاعب عمر العوضي، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة. يا عمر صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح النور. يا صباح الفل، ألف مبروك. منافسات صعبة وأبطال دوليين واجهتهم يعني صعوبات كتير جدا وفي الآخر اتغلبوا عليها، قولنا أنت بقى إزاي قدرت توصل للبطولة؟ الله يبارك في حضرتك الأول. شكرا. هو طبعا الحمد لله أنا عشان أوصل للميدالية دي لعبت جامد في التمرين، وأبويا هو المدرب بتاعي أصلا، هو كان ورايا في كل لحظة وما سابنيش يعني لغاية ما وصلت للميدالية دي الحمد لله. ربنا يديله الصحة. يعني الدعم كان في البيت وفي التمرين كمان؟ تمام. طيب احكي لنا بقى الاستعدادات كانت عاملة ازاي، يعني التدريب، أيام التدريب كانت عاملة ازاي، التدريب نفسه كان عامل ازاي؟ هو التدريب كان كل يوم صبح وليل. طول اليوم تدريب؟ طبعا. نعم. طول اليوم بتتدرب؟ تمرينتين، واحدة الصبح وواحدة بالليل. طيب الخطوة اللي جاية عشان نوصل بقى للبطولة ونوصل للميداليات ونعمل الكلام ده، بتحلم بإيه؟ نفسك في إيه؟ نفسي إن شاء الله في أولمبياد باريس أجيب ذهب بإذن الله. ما شاء الله. بتستعد لها إزاي؟ لا استعدادها بقى استعدادات أصعب من اللي فاتت، ولازم يكون التمرين فيه تركيز أعلى، وطبعا لازم يكون في احتكاكات كتير وبطولات كتير وكده ان شاء الله باذن الله. طيب ملاكمه يعني لازم يكون في قوه بدنيه، لازم يكون في نظام غذائي ماشي عليه، بتهتم بالموضوع ده طبعا، ده بجانب الرياضه. ده عشان الميزان طبعا، احنا عندنا الميزان كل يوم. بتوزن كل يوم؟ كل ما انت بتكسب قبل الماتش بتوزن الساعه 7 وبتلعب الساعه 1. ما عشان انت بتلعب اوزان اكيد، ولا بتلعب ازاي؟ بتلعب اوزان 71 كيلو. تمام. طيب انت وانت داخل هذه البطوله كنت مجهز نفسك وشايف الذهبيه قدامك، ولا مع المنافسات كل ما بتعدي مرحله تدخل في اللي بعدها فبتتحمس اكتر؟ لا انا كنت مجهز لها جامد عشان طبعا انا دي مش اول مره اشارك في. انا احب الناس كده يا عمر، احب الناس اللي بتخطط لحاجه، شايفه حاجه قدامها وقالت انا هنفذها فبالفعل بينفذها. تمام. انا بقول لك انا حضرتك رحت التاهيل اللي فات اللي هو تأهيل طوكيو، كان في السنغال برضه. فربنا ما وفقنيش، بس المرة دي لما رحت نفس المكان نويتها بقى اجيب الذهب. طب احكي لنا اليوم بيبتدي الساعة كام؟ بينتهي الساعة كام؟ طريقتك في التمرين، بتدرس ولا بتشتغل؟ احكي لنا كده التفاصيل. هو أنا أول حاجة بدرس خريج تربية رياضية بورسعيد. تمام. والتدريب اليوم بيبدأ، بصحى الساعة 5:30. بوزن قبل التدريب الصبح عشان اعرف ميزاني ايه وزياده ولا ناقص، والتمرين بيبدا الساعه 6:30. والمفروض انت وانت بتوزن عايز الميزان يبقى زياده ولا ناقص؟ هو يبقى في المظبوط، يعني مش زياده كيلو كتير قوي عشان ما اتعبش، عشان اقدر اتمرن واخلص تمرين اعرف افطر كويس. تمام. عاش يا بطل، بنتمنى لك طبعا كل التوفيق في اللي جاي، وباذن الله تشرفنا في اولمبياد باريس 2024. شكرا جزيلا للاعب عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمه.